مواصلة الأطراف السياسية تمسكها بمواقفها في تشكيل الحكومة سيعود بالضرر على الجميع وسيفتح الباب أمام خيار العودة إلى صناديق الاقتراع، وتأزم الخلافات بين قوى تجمع بينها مشتركات مفصلية أكثر من تجاذبات مرحلية. الزميلة سيل نوري تابعت المواقف في هذا التقرير. استمرار الانسداد السياسي ومواصلة الأطراف تمسكها بمواقفها في مبادرات متبادلة يدفع الخبراء إلى الاعتقاد بتنازلات في آخر النفق، لأن الجميع متضرر من خيار العودة إلى صناديق الاقتراع، ما يفرض العقلانية السياسية بديلاً عن العناد السياسي والمجازفة بمزاج الملايين من البشر. ولا يستبعد المراقبون التقاء العامل الخارجي مع إرادة فرض الأمر الواقع المحلية بتأزيم الخلافات بين قوى تجمع بينها مشتركات مفصلية أكثر من تجاذبات مرحلية، في إشارة إلى البيتين الشيعي والكردي بعد أن حسم السنة موقفهم مبكرا في رئاسة البرلمان. ولن يبقى الأمر مفتوحا على احتمالات غير متوقعة تهدد مصالح الدول في العراق وثقة هذه الدول بالأحزاب الكبيرة، لذلك فإن مؤشرات العقل والمنطق لا تخفي القلق، لكنها لم تقطع الأمل في القراءة الواقعية التي من بين ملامحها الاتفاق في آخر نفق العناد السياسي على حكومة موسعة يكون رأسها شيعياً وأركانها بأغلبية المكون، أي شكلاً معدلاً من التوافق السياسي بعد أن جرب الشيعة صعوبة استمرار خصومتهم، وأيقن الكرد أن استقرار البيت الداخلي خياراً لا يقبل القسمة. التجديد لولاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يكون في آخر القائمة السياسية، وتوزيع الوزارات سيكون منصفاً انتخابياً مع توازن جديد من النفوذ خارج بغداد. بعبارة أخرى، أن خيار التعطيل لن يدوم طويلاً، مثلما أن حكومة الطوارئ قد اختفت عن بوصلة المشهد المحلي والإقليمي. الضوء في آخر النفق العراقي بحاجة إلى شحنات ثقة إضافية تضع نهاية مقبولة لثلاثية التقاطع بين صلاحية حكومة تصريف الأعمال وفاعلية جلسات البرلمان ودستورية قرارات رئاسة الجمهورية.